ماينكرافت الواقعية القصوى. الحلقة الجميلة هذه نزلنا منها قبل وجابت إقبال مرة حلو حبيتوها، فحاليا عدنا لكم بحلقة ثالثة يا جماعة الخير من الشيء الجميل هذا، وعدنا بأشياء مجنونة أكثر. في كل حلقة قاعد نطلع ليفل، فهمتوا علي كيف؟ في حلقتنا اليوم جايب لكم أشياء مرة مجنونة واستمتعوا فيها، ورح نضحك مع بعض، ورح ما أدري كيف أعبر لكم إنه الأشياء اليوم مرة مجنونة. تبي تستمتع؟ تبي تضحك؟ تبي تشوف أشياء مجنونة مرة؟ خليك في حلقة اليوم، وخلنا نشوف دعمكم في اللايكات عشان ننزل حلقات أكثر. أنا كل ما شفت اللايكات كده على كبير والكومنتات كده مرة تحمس وهو لكم حلقات أكثر منها. دي وقت يا جماعة الخير، كل حساباتي راح تلاقوها تحت، روحوا شوفوها وشيكوا عليها. وخلنا نقول بسم الله. مرة متحمس يا جماعة الخير، مرة متحمس. أوكي، الأشياء اللي موجودة يعني جدا تؤهل إنه الواحد يتحمس. خلنا نقول بسم الله. الله، صوت ماينكرافت، عندي باكت ماي. الله، يا سلام. يا دي ستيف، كسر. نبدأ بالأشياء البسيطة. دي ستيف الجميلة، أجب نبيك أكس دي المرة. ودعت. طيب خلنا نبدأ. شوي جماعة الخير، هذا إيش؟ يلو داي، هذه الصبعة يا جماعة الخير. نقول لكم إيش كم 20 كذا صفر كي لايك ال اي ها كي 20 لايك يا جماعة الخير. عطوا لايكات بعدين طفي بالماي، ما ادري ليش. طيب خلينا نبدا بالاشياء يعني اللي ما جربناها جديده. تمام، احنا في عالم ماينكرافت، بين انه ما ادري، ما شاء الله في سياره بعد حتى مبنيه في ماينكرافت يعني، فهمت علي كيف؟ فاحنا راح نبدا بسم الله. هذا الليزر اظن يعني جربناه قبل. والله يا حتولع، اصبر. سموك جن جربنا. اوكي، سلاح اول ساعه، خلينا نجرب نكسر القزاز. اوكي، ودي اشوف البيت يا اخي، احس البيت حلو. بدخل من القزاز. هلا بي، ما عندنا ادخل القزاز. دقيقه، بدخل انا عناد، بدخل. ايوه دخلت. والله فاتكم حلو. ران حر، ساتن فاضي يعني، ما ادري ليش ساتن فاضي صراحه. اوكي، هذا السلاح عرفته، اظني اني عرفته. السلاح هذا دمار شامل. بسم الله. لا كذا كذا، هذا الفل. في ما هنا في مسبح حركات يو زوتر. شوفوا حتى الثيم مش كيف مسوينها. لبلات، حنا لبلات شويتين. هذا ايش؟ ليزر، هذا رحنا شفناه. اوكي، مسدس شفناه. سوبرمان. ليتس جو. طيب سوبرمان، نطير فوق. اوكي، بطير فوق بعد بذا البيت. يو زوتر، دقيقة، شوف كيف. يا ساتر. بعد مرة ثانية. المرة في الدين. أولا، يا ساتر. لا جد، يا ساتر. لا ما نبي. هيك أنا في سلو ماشين. أوه ماي دايز. دقيقة، السيارة ذي. أوه، بطيح برا العالم. يا ساتر. شوفوا كيف. سيارتنا هذه. اوه ماي جايز. في سلو موشن قاعد يجي، ما ادري كيف. يا ساتر، قصت ام سياره. كي يضرب بوكسات. يا ساتر، طير ام السيارة. دقيقة، خلنا نطير الشجرة هذه. اوكي، ابلع. يوووو، طارت. يا ساتر. سوبرمان قوي والله، حتى هو قاعد يمشي بس مشي عادي جماعة الخير، يجيب العيد والله. اوكي، هذا شيء يعني كأني عرفته بس ما اعرف اي باور يستخدم. هذه يد شو اسمه، ثانوس. اوكي، بس اي شيء يستخدم ما ادري. ايوه،
ايش كي يسوي الحين؟ اوه شوف كيف هذا حق هذا يتلاشى اللي يخلي شيء يتلاشى كذا. يا ساتر بس قاعد تجيب شوي دربات من قوتها تلاشى هذه بعد الله يجزاك ما عجبتني هذه تلاشى 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 ما قامت تلاشى اي والله قامت تلاشى طعم الخرشه امسكت شيء وي حلو حلو هذه ايش هذه ويبس ويب سبايدر سهل ليش شد سبايدر بان صغيره حركات دقيقه ايه يو طلع فوق حلو طلع فوق هد هد هدي زي كذا وي لا سقعنا في الارض سبايدر مان اباك هل يا ويلي طيب طيب الشيء اللي بعده الشيء اللي بعده ايش هذه ارت ريموف فوكسل طيب ايش اسوي سي وما ادري ايش والله صراحه انا ما اقدر افهم ايش هذا الوضع عادي ولا قاعد تسوي شيء ما ادري ليش خلينا نروح الشيء اللي بعده ايوه يقول لك دول كار ها دقيقه 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 قاعد يرمي سيارات اوه يدين بعد دقيقه ايش قاعد يصير؟ احلام العصر ولا ايش؟ بيو 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 كثر من السيارات يا ساتر كيف بكسر البيت هذا بالسيارات هذه معلش مره ممتع عيال وي وي يا عيال كيف كيف دي مثلا بيو لا نرسل لها باص باص شاحنه يوسا هذي اكيد راح يتكسر صرت له شاحنك بالدوزر يا ساتر اوكي كرسنا اللعبة كرسنا اللعبة كرسنا العالم ثاني جمعة الخير يعني عالم شيء صغير في قلعة هنا فبنرجع وين وصلنا وين وصلنا جمعة الخير في التكسير هذي جربناه قبل وين بنرجع هذي جربناه قبل ايوه بورتال جن شوف شوف هذي رهيبة رهيبة هذي رهيبة اذا كانت بورتال جن صدق هذي رهيبة زي كذا مثلا ابي ارقى فوق انا هناك زي كذا وي طرت فوق رهيبه ابرقى وين نسوي ريست اول شيء بروح لهناك انا بس انا بروح لهناك كذا حط هناك بس كيف ارقى اوكي كذا رحنا يا سلام العلو نسوي شيء ثاني ليزر قن هذا شفناه ايوه هذا ليزر قن ما شفناه هذا ايش ما ادري هذا ليزر قن اسمه وله هذا غير ذاك يا ويلو هذا يا هذا يحرق يحرق دقيقة ما الطريق هذا طعنا بالماي قص الشجرة هذه يا ساتر ايوه طعلي اوكي حرقناها حلو اوكي ايش هذه بلين جن قصق طيارة قصق طيارة ما تخير يا اصبر 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 طحت انا كده طحت 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 طيارة طيارة ايوه يمديني اضرب صواريخ دقيقة بعيدة 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 ذي معلش وانا وانا ما هذي انا شكلي غيرت السلاح بالغلط يا ساتر يا ساتر بدخل في نص البيت يا ساتر خلاص تكفى 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 خلاص يا ويلي يا الدروبات يا ويلي اظن لازم نغير العالم نغير العالم لازم جمعت الخير يعني المودات اللي موجوده في اللعبه هذه مو طبيعيه بدات انا قاعد استمتع وانا قاعد اشوف انه اشياء ماينكرافتيه قاعد نكسر ابو شكلها كذا تحس يجيك الشك احساس حلو احساس حلو يجيك هذه جربنا ايوه ايش هذه بل 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 يا اخي يا اخي يا اخي شقلبناها شقلبه مو طبيعي هذه ماي يعني ايش هذا عباده تكفى ايوه هذا ايش ايه ما شفت ما شفت ما شفت قله قله قله
عيال عيال استم... انا مستمتع بشكل مو طبيعي. ايوه باقي عندنا كم شيء هنا، فاحس ان ودي اغير العالم صراحه، احس ودي اغير العالم. ولا ترون والله شوفوا طلع حرتي انا. لا 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 هذه بومبه هنا، بس هو الطريق اللي فوق الله يسعدكم. في اوكي في اثنين منيجان، هذا مره ما ينفع. بس اصبروا شو شايفين عندنا تحت هناك، يدينا نغير شو اسمه الطلقات تايب امو الميني نيوك وال20 ملم وال7 7.62. فهذا هذا دول اوكي. لا اظن هذا خلينا على هذا اوكي، خلينا نقول ايش نحط هذه. يا ساتر طب روح للميني نيوك اظن، يعني ايش رايكم؟ هناك 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 بعيد بعيد. يا ساتر مسافنا ام الشجر اللي هناك، هنا هنا قدامي. ليتس جو او ماي جاد، لازم اخر سلاح اخر سلاح اخر سلاح، وعندي تجارب اسويها باشياء في مكان. شايفين اللي صار؟ شايفين اللي صار؟ القوة قاعد يرجعني لورا، وإذا أنا أطلع فوق شوف كيف. يا ساتر سترك، أوه ماي جاد. فيما بعد يا جماعة الخير، مرة حلوة وتجارب مرة حلوة، اسمها كار جامب هذه أوكي؟ يكون في تارجت هناك، وفي عندنا سيارات هنا مرة كثيرة والخطه انه نكسر المشي الجميل هذا اوكي. بالعاده يكون في اشكال كثيره يعني فهمت، بس انا اول شيء مثلا ممكن اخذ الشيء الجميل هذا. هذا السياره ذي احس انه رهيبه اوكي، شكلها سريع بعد. يا سلام نروح. يا ساتر يا ساتر يا ساتر اوكي، نروح كذا شوي ورا اوكي، نحاول نطير. ايوه في اعداد وحركات واشياء. ايوه ايوه والله حطمنا ابو شكلها. قوله ايش هذول؟ يا ساتر اوكي فهمتوا كيف فكرت الشيء الجميل هذا. وبالعاده اوقات يكون في اشكال كثيره فهمت علي كيف؟ فيعني الخطه انه نجرب ايش في السياره. فودي صراحه الحين اجرب الدراجه ذي، ما ادري اول ما دخلت كذا لا 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 ذي 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 بنجرب هذه. يا ساتر يا ساتر وش ذي الشاحنه؟ ممكن كانت الشحن الغلط اني نجربها يعني ما ادري ايش صار. دراجتي وينها؟ يزين الدراجة تحت يعني، يا رب ما انكسرت. حلو يا ويلي كيف دي بتمشي؟ انقلع كيف بدنا نشيلها؟ كسرتها الله يسعدكم. هذا ايوه لزقوا يا عيال. صعبة يا عيالي صعبة مرة. ايوه نجي كذا نعطيها فل سبرنت اوكي. اظن انه نشابنا بس ما نشابنا، مستحيل نشاب حنا. ذولا متفجرات يا ساتر. طبعا يا جماعه الخير اندين احمل، طبعا يا ساتر شوف الدقه اللي مسوينها هنا. يا جماعه الخير اندين احمل سيارات جديده فهمت علي كيف، نجربها هنا والاشياء هذه. فما ادري يقولون انا ما ادري صراحه ان لعبه ممتعه اشوفها صراحه. اذا حابين ننزل زياده اكتبوا الكومنتات حطوا لايكات، خلينا نشوف الحلقه اذا كم حصل من اللايكات. احس يا جماعه الخير فرغت كل الطاقه السلبيه اللي بداخلي اوكي. تعرف ايش اللي معي يا جماعه الخير؟ نوكيا هامر. تقول نوكيا تعرفونه؟ مستحيل يكسر لك اي شيء، لك اي شيء هو عادي تدق فيه بعد شوي كذا يشتغل فهمت علي كيف، يعني امورك تمام فيها. قوم نجرب السيف هذا الرهيب. شو ودع السيف هذا الرهيب يا جماعه الخير، السيف من الحلقه الماضيه ذا رهيب رهيب مره. ولكن في اشياء ما عرفت لها فهمت علي كيف، بس من الاشياء الممتعه هذا جدا من الاشياء الممتعه يا جماعه الخير. وهذا تقريبا فقط 10% من الاشياء المذات الموجوده في اللعب هذه فعليا يا جماعه الخير. فاذا حابين تشوفون اكثر الله يسعدكم، ندعمكم في اللايكات والكومنتات، نشر المقطع، اشتروا خياتكم، قول شوفوا المقطع الرهيب. نهائية ختامية كذا بنفجر المكان الجميل هذا بالطيارة الرهيبة ذي كذا. لا عفوا فجر 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 اوكي شوف والله شوفوا لاق مرة دروبات. المهم يعطيكم العافية بشهادة كان معكم عبادي، واشوفكم ان شاء الله في الحلقات الأخرى وفي أمان الله.